السادة النواب، أولا لابد أن ننوه بمقاربة اللي جيت بها السيد رئيس الحكومة اللي متسمة بالشفافية والمسؤولية والصراحة. قبل ما ندخل في التفاصيل بغيت نوقف على واحد النوع من النقاش اللي ولا داير هاد الأيام، واحد جزء منه إيجابي بحيث كنلقاو أن المواطنين صغارا وكبارا بجميع الشرائح ديالهم كيتبعوا عمل الحكومة، هذا جيد. ولكن معاه كاين واحد النوع من النقاش وللاسف الشديد كيدبروا حتى بعض السياسيين اللي فيه استهداف للحكومه، فيه استهداف قبل التعيين، انتخابات 25 نوفمبر نهار 27 بدا بان الحكومه اللي غتجي ما عرفت كيدير اللون ديالها، ها كي غتكون، ها شنو غدير، ونهار التعيين علاش التعيين في ميدلت وقبل ما ترجع الطائره. هاد النقاش وبعد التعيين 100 يوم 200 يوم تصريح تصريح شهر شهر، انا باغي نناقش هاد النقاش هذا وكله فين كيصب؟ في 3 شهور دابا إذا حيدنا كما قال أحد المحللين حيدنا أيام العطل وحيدنا السبت والحادي إلى غير ذلك، الحكومة شحال دارت؟ شحال دارت؟ شحال؟ شحال ديال الوقت كان عند هاد الحكومة 3 شهور؟ غادي نتسائلوا. 3 شهور اللي كان عند هاد الحكومة ولينا اليوم وصلنا لدرجة ديال التشكيك ودرجة أن غياب الرؤية الاستراتيجية وعدم القدرة على النجاح في المرحلة وإيقاف عجلة الحركة الاقتصادية. وأنا كنتسائل واش النجاح مرتبط بواحد الحزب سميتو ألف أو صاد أو دال؟ زعما هاد الأحزاب لا العدالة والتنمية ولا الاستقلال ولا التقدم الديمقراطي ولا الحركة الشعبية ما عندهمش كفاءات باش يسيروا هاد البلاد؟ واش هذا هو الخطاب اللي بغينا نوجهه للناس؟ وهذا هي صورة المغرب؟ هذا هو جلب استثمار المغرب اللي بغينا نوجهه من هذا النوع من التشكيك؟ انا كنتسائل البعض اليوم جا طلع لهاد المنصه وكيتكلم وعاد خرج من التسيير، انا كنحشم بلاصتو لان هاد السياسه اللي وصلنا لها ما هي الا نتاج ديال سياسه كانت متبعه لسنوات. للاسف الشديد هاد بعض الفروق اليوم كتكلم ولكن في غياب المسؤوليه. خلينا نقولوا الحقيقه، اللي كيتكلم على الاملاءات وعلى خط الائتمان، ما نغلطوش عباد الله، خط الائتمان حنا كنعرفوه جميعا، قانون الماليه اللي صوتنا عليه اجازنا للحكومه اقتراض 20 مليار ديال الدرهم بما فيها الاقتراض الداخلي والخارجي. واليوم كنتسائلوا 6.2 مليار علاش؟ هذا غير خط ائتماني. وبعدين كنتسائلوا كذلك على اننا دخلنا واحد النفق واننا رجعنا يعني الاملاءات الخارجيه. ايوا خلينا نتسائلوا على الاملاءات الخارجيه كيفاش كانت؟ كانت تضخم انذاك كان واصل 10% من بين 81 و84، اليوم 2%. نسب العجز كانت 12-14%، اليوم سواء الداخليه والخارج اليوم 6-8. الدين الخارجي كان 82%، وصل 128%. اليوم الا بغينا ناخذوا الخزينه 11%، ولا بغينا ناخذوا كاع الدين كله بما هي عمله صعبه 22%. ثم هذه الوضعيه اللي حنا كنتكلموا عليها واللي ولات سوداء، شكون اللي وصلها باش ولات سوداء؟ شكون؟ والعجب هذه 3 شهور هذه الحكومه استطعت انها توصلها لكاع لهذ الحال هذه. الان نوقفوا واحد المرحله على المراحل السابقه 97 2002 2007 2011. المداخيل الاستثنائيه كانت 60 مليار الخوصصه، اليوم صفر اللي عند هذه الحكومه. اذا بغينا نقارنوا الاستثمارات في هذيك المرحله كانت 15 مليار، اليوم 50 مليار في الميزانيه العامه، 188 مليار في المجموع. لو بغينا نقارنوا كذلك ثمن البترول كان 20 دولار، اليوم 113 دولار. لو بغينا نقارنوا اليوم المقاصه كانت 2.4 مليار، اليوم 50 مليار. ايوا نتكلموا على الاكراهات الحقيقيه. هذه الوضعيه مرتبطه اساسا بالتاثيرات الخارجيه واللي فيها كنا كنقولوها، ولكن للاسف الشديد حتى شي واحد ما بغى يقول الحقيقه. هذه الوضعيه مرتبطه بالوضعيه الخارجيه بالمنطقه الاورو، ارتفاع ثمن الطاقه، ارتفاع ثمن الدولار، الموسم الفلاحي الى غير ذلك. ما قدم في البرنامج الحكومي وما قدم في القانون الماليه وما قدم في 6 اشهر كيقولوا كيختلف. انا كاين اختلاف واحد، مؤشر واحد هو ارتفاع العجز التجاري طبعا، واللي 80% منه كترجع ارتفاع الفاتوره الطاقيه. ولكن خلونا نشوفوا هذا العجز التجاري. اليوم كنتكلموا على الاحتياط، والاحتياط اللي كان في هذه الفتره اللي ما بغيناهاش ترجع لبلادنا، هذيك الساعه كان 15 يوم ووصل لجوج، كان 15 يوم ووصل ليومين،
اليوم فاش جات هذه الحكومه اواخر 2011 كان 5 شهور، اليوم 4.3 شهور. وهذا هو هذه الحقيقه. فين حنا من هذيك الوضعيه؟ العجز التجاري ملي كنشوفوا 2000 كان 64، 2002 كان 66.2، 2007 48، 2011 48، اليوم 48. ايوا شكون اللي جابو؟ درناه في 3 شهور. هاد الحكومه جات دارته دخلت قالت اودي غدير العجز في 3 شهور. ثم هاد وكان من الممكن، وهذا هو اللي مهم، كان من الممكن تدارك هذا الامر لكن لم تكن الاراده السياسيه حاضره بقوه. حنا من 2007 2008 2009 كنقول يا عباد الله راه الازمه واش ما كاينش تاثير عليها الاقتصاد الوطني؟ كيقولوا لا ما كايناش. العام زين، العام زين، ها فين وصلنا العام زين؟ ها فين وصلنا العام زين؟ الله يخليكم. اسباب هذه الوضعيه خصنا نعرفوها، اسباب الوضعيه عدم نجاعة التبادل الحر، هذا قلته السيد رئيس الحكومه. توقيع بدون رؤيه مع 60 دوله 90% منها التجاره الخارجيه دايره بالتبادل الحر وفي غياب مواصفه المراقبه، المساعده التقنيه ديال المؤسسات العموميه بالعموميه، انفتاح وارتفاع حجم الواردات، حاجيه الاقتصاد الوطني من مواد التجهيز. هنا لابد نفتح واحد القوس السيد رئيس الحكومه فيما يتعلق بالاستثمار. بلادنا كتعتمد اعلى المعدلات ديال الاستثمار، وصلنا 36%. خصنا نراجعوا هذا الشيء ونشوفوا واش هذا الاستثمار ما خصوش يكون مربوط بنسب النمو وكذلك بالتشغيل. وبعض المقترحات السيد رئيس الحكومه كان طالبوا بتقويه تنافسيه المقاوله المغربيه، هذيك اللي كان بدا مزيان، كاين واحد عدد البرامج يد عامله بغينا تكون مكونه ومؤهله، هذيك 10000 مهندس المدارس العليا الى غير ذلك. خصنا نمشيو في هذا الاطار، خصنا انجاز كذلك السيد رئيس الحكومه اداره اللي خصها تكون شفافه وفي خدمه المقاول. خصنا بنيات تحتيه مستوعبه سواء مناطق صناعيه او مناطق لوجستيكيه او طرق. ولا بد السيد رئيس الحكومه من تطوير نظام المراقبه. لحد الساعه داك الشيء مفتوح، اللي بغى يشري شي حاجه من برا كيشريها للاسف الشديد دون مراجعه، دون يعني نظام، دون حمايه للمستهلك ولا حمايه للمقاوله، وهذا للاسف الشديد. ودون كذلك حتى ما رجعناش حتى المعايير، المعايير اللي هي معتمده في هذا الشان. لابد من مراجعه يعني نظام الصرف. ونقترح واحد الدراسه، حنا ما نقولوش تخفضوا من السيد رئيس، تخفضوا من قيمه الدرهم، ولكن درسوا هذه الامكانيه بما لها من اثار على تنافسيه الصادرات المغربيه. السيد رئيس الحكومه، حنا اولا نقدر عاليا اليوم لطف الله عز وجل اننا مشينا كاملين وتبنينا واحد الخيار وقمنا باصلاحات سياسيه جريئه اللي منطلقها الدستور الديمقراطي وتوجهها العام هو القطع مع منطق التحكم السياسي وحكومه منبثقه على الاراده الشعبيه. والدرس الكبير اللي خصنا ناخذه من هذا الشيء هو كيما استثمرناه في الاصلاحات السياسيه بنفس النفاس خصنا نمشيو نحو الاستثمار في المجال الاقتصادي، طبعا مع التشارك مع كل الفرقاء، بالاستماع مع كل الفرقاء. ولكن السيد رئيس الحكومه بغيت نوقف على واحد القضيه ديال في اطار مواصله الاستثمار في تعزيز الاصلاح الديمقراطي ورفع الثقه ديال الشعب في هذه الحكومه. بغيناكم السيد رئيس الحكومه بالفعل كتحمل المسؤوليه في تنزيل وتفعيل الدستور ديمقراطيا، ولكن خلينا نقولوا الحقيقه، مسؤوليه تنزيل الدستور وتفعيله ديمقراطيا مسؤوليه الجميع، هي مسؤوليه صحيح المواطنين والمجتمع المدني والصحافه بالنقد وبالتوجيه، وهي مسؤوليه الاحزاب. اليوم انتخابات عدت ديال الغرف، شكون اللي كيتحمل المسؤوليه؟ كان نوجهوا اللوم لوزاره الداخليه، ولكن اللي كيتحملها هي الاحزاب السياسيه بهذاك النوع ديال البشر اللي كتقدموا واللي كينتج لنا هذيك المؤسسات بدون مصداقيه. اليوم مسؤوليه كذلك هي ديال البرلمان، صحيح ديال المعارضه واغلبيه في التشريع وفي المراقبه، هي مسؤوليه الحكومه قطاعا قطاعا في تنزيل الدستور، هي مسؤوليتكم السيد رئيس الحكومه انتم لان عندكم صلاحيات في تنزيل هذا الدستور، وهي مسؤوليه كذلك ملك البلاد لانه رئيس الدوله وله صلاحيات وهو حكم. فاذا تنزيل الدستور لا نزيد ما يزايد عليه حتى واحد، هي مسؤوليه الجميع وكيخصنا نتحملوا كاملين المسؤوليه. لابد السيد رئيس الحكومه في الاخير انكم تواصلوا تعزيز نهج الحكامه وربط المسؤوليه بالمحاسبه. حنا هذا الشيء ما كيخوفش، اللي كيخوف السيد رئيس الحكومه ماشي هو رفعوا شعار ديال محاربه الفساد، اللي بقينا كنخافوا اليوم هو رجوع التحكم. بعض الوجوه خرجت اليوم من الجحور ديالها للاسف الشديد وبدات كتهم الاعلام والمثقفين والاحزاب والحكومه، واللي هي مقاولات،
هي مقاولات تم دار لها الدوباج ولات كتهضر اليوم وكتجي كتنتقد الحكومه. هي لا شيء، هي نكره. والمخير فيهم، المخير فيهم، المخير فيهم عنده مقاوله عقاريه وكيشتغل في العمل الجمعوي. شكون عطاه هاد النفوذ؟ شكون اللي عطاه هاد النفوذ؟ ليس لكم كلمه سيد الرئيس. سادة النواب ليس لكم كلمة. سيدة النائبة ليس لك كلمة. كملها سي بوان. سيد الرئيس انتوما كحكومة خصكم تحملوا المسؤولية ديالكم بعقاب هذا التحكم. انتهى الوقت. وحنا كأحزاب سيد الرئيس تفضلي وقت يا سمحتي. عندك 10 ثواني. لا سيد الرئيس. 11 ثواني. لا كمل. فاتني سيد الرئيس. واخا تفضل. نحن كنقولوا السيد الرئيس الوضع مواتي للقيام بإصلاحات هيكلية في مصلحة البلاد. نعم في مصلحة البلاد، ولكن ما تكونش هذه الحكومة كاسحة الألغام، وأن اللي بغى شي ملف كيمشي يروجوا في الصحافة ويجيبوا لهذه الحكومة باش تحلوا. الأولويات راهي محددة في البرنامج الحكومي، واللي كنتمناو أنكم توفقوا. وشكرا. شكرا. كلمة الآن للمجموعة النابية النائب المحترم سيد جناح عبد الغني باسم مجموعة الوسط.